يلا بينا. كنا بنقول المرة اللي فاتت إن إحنا أخدنا one trait، إن أنا بدرس صفة واحدة located on one chromosome. فلو عندي parent دي السيلز بتاعته يعني مثلا، فهو عنده كروموزوم two copies of each chromosome زي ما اتفقنا، عنده صفة وليكن ال flower color في البلانت، في بلانت كانت ار كابيتال ار سمول، دول التو كوبيز بتوع الكروموزوم بتاعه. تمام. ف this trait is hybrid. hybrid يعني هجينه، يعني it's not pure، يعني the trait has two different copies. وادي بيرنت تاني عنده ار كابيتال ار سمول، معناه كده ان هو عنده نسخه من الجين ار كابيتال ونسخه من الجين ار سمول. But because R capital is dominant over the R small، فالبيرنت ده كان بيكون red والبيرنت ده كان بيكون red. ده يا جماعة بنسميه مونو، يعني one trait مونو، والتريت دي hybrid يعني هجينة، hybrid cross. واتفقنا ان الريزلت بتاعته بتطلع 3 dominant to 1 recessive. لما بنعمل كده معايا يا علي، يا علي ايوه بس ماشي. طيب معايا كده، لا خليك معايا، وانت ما كنتش معايا بس ابدا تقول معايا. قلنا هنا هيطلع عندي الريشيو او البيرسنتج بتاعت الاوف سبرينج 75% ريد او دوميننت تو 25% ريسيستنت. ده الريشيو بتاع المونو هايبريد كروس. طيب هتكلم دلوقتي بقى عن الداي هايبريد كروس، والموضوع اللي كان بيقرب عمنا اياد. بقول وات اف يا جماعه اني بدرس تو تريكس، ام نوت ستادينج وات تريك، لا اي ام ستادينج تو تريكس. يعني بقى انا بقول اني بدرس ان في كروموزوم عليه ار كابيتال فلاور دي ريد، كروموزوم هنا ار سمول، يبقى اي هاف تو كوبيز اوف ذا فلاور كلر ريد كلر والوايت اللي هو الريسيسيف. بس ذا هايبريد بيرنت ده بما انه هو هجين وعنده واحده كابيتال واحده سمول، فالكابيتال اللي بتظهر. وهدرس كمان ان عنده نسختين من الطول، تي كابيتال تي سمول. فانا دلوقتي بدرس كائن عنده فور كروموزوم، المفروض يدي لاولاده ايه؟ تو كروموزوم النص. لما كان عندي هنا تو كروموزوم بس اللي انا بدرس عليهم صفه اللون بس، فايه؟ فده هيدي ار كابيتال، ده هيدي ار كابيتال، كل واحد هيدي كروموزوم واحد. تمام. طب ده اللي عنده فور كروموزوم، لما يجي يعمل مايوسيس، لما يجي يعمل مايوسيس عايز يدي للبيبي بتاعه في السبرم one copy from each gene، واحده تي واحده ار. ثانيه واحده، بقول ان انا هيبقى عندي معايا يا جماعه فور كروموزومز هنا، هنا فور كروموزومز ان ذا بيرن. فالجميل هيبقى فيها ايه؟ تو كروموزوم. معروفة دي، احنا عندنا 46 بندي لأولادنا 23، 23 من بابا 23 من ماما. أنهي تو كروموزومز بقى يا جماعة؟ دول بقول عليهم التو كروموزومز دول، الدي مش هو الار طبعا، ده جين مكتوب بشكل معين بيتحكم في الطول، ده جين تاني مكتوب بشكل معين بيتحكم في اللون. ف لما اجي ادي لابني صفات عايز اقدر ادي له كل الصفات اللي عندي، وبعدين هو بقى يبقى يختار ياخد كل الصفات اللي عندي، كل الصفات اللي عند مامته، وبعدين يبقى يظهر في جسمه الاكسبريشن بقى مين دوميننت ومين
ريسس، تمام؟ تمام. فانا عايز واحده تي وواحده ار، اديني كل الاوبشنز. احنا بنعمل statistics هنا عمليات، فبنشوف what are all the options. يعني انا جيت في المونو هايبريد كلاس، والله قلت ان ده عنده تو كروموزومز هيطلع جاميت ار كابيتال وجاميت ار سمول، وده عنده تو كروموزومز هيطلع جاميت ار كابيتال وجاميت ار سمول. وجيت قلت ايه، والله ممكن بقى ايه اي ار تقابل اي ار. اوكي هنا البيرنت ده بقى اديني كل الاوبشنز اللي افيلبل بالنسبه لي، واحده دي وواحده ار، قول كده ايه ممكن يبقى أربعة في عندي أربعة. ار إيه؟ لا كابيتال. سنة. هديك أربعة تشويسز معلش. ايوه اللي هم الاربعه، أر ار كابيتال تي كابيتال او ار أر كابيتال تي سمول سمول. تي سمول أو أر كابيتال تي سمول أو تي كابيتال تي أر سمول. ادي الفور اوبشنز اللي ممكن يحصل. طب لو عندي بيرنت تاني بنفس الكونتنت، يعني تي كابيتال تي سمول وار كابيتال ار سمول، ده تول وريد وده تول وريد، تي كابيتال تي سمول. يا علي ايوه بس اديني كل الاوبشنز برضه نفس الكلام تاني، عايز واحده تي وواحده اه، انهي واحده؟ هنا بقول يا جماعه ده اللي هيحصل هنا اسمه لو اوف اندبندنت اندبندنت اسورتمنت. يعني ايه يا عم علي؟ يعني الاسورتمنت او توزيع الكروموزومز، لما باجي اعمل جاميتس، لما اجي اعمل ميوزس، لما اجي ادي كروموزومز لاولادي، الكروموزومز دي بتتوزع اندبندنت. يعني مش شرط لما احط في سبيرم تي كابيتال يبقى معاه ار كابيتال، لا ممكن تي كابيتال ار كابيتال او تي كابيتال ار سمول. مش شرط تي سمول يبقى معاها ار سمول، لا تي سمول ار سمول او تي سمول ار كابيتال عادي، تمام؟ ده بيتحقق عن طريق، او اللي هيثبت كلامنا ده، ان هو دلوقتي لما جاب تو تول ريد بلانتس، فانت بص لي كده، ده ار كابيتال ار سمول، يبقى ايه ده يا عم علي؟ ريد، مظبوط؟ انا صوتي بيقطع ولا حاجه؟ لا ركز معايا كده يا علي، ار كابيتال ار سمول ده يبقى ايه؟ ريد ولا وايت؟ ار كابيتال ار سمول بريد يبقى ريد، تمام؟ تي كابيتال تي سمول، تي كابيتال تول تي سمول، تي كابيتال تي سمول يبقى تول ولا شورت؟ يبقى ايه؟ تي كابيتال تول والتي سمول شورت، يبقى تول، تمام؟ برضو هنا ار ايه كابيتال ار يبقى ريد، وتي كابيتال تي سمول يبقى تول. فلما اجيب تول ريد بلانت مع تول ريد بلانت يخلفوا ايه؟ تعال نشوف يخلفوا ايه. بص لي كده بقى هنا يا علي، ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول. عايز بقى لما اجي ادي اخلف ايه؟ ايوه ادي واحده تي واحده ار، فممكن التي كابيتال معاها ار كابيتال. انا بقول لك اندبندنت اسورت، يعني الكابيتال اندبندنتلي مش معتمد على الكابيتال. يعني ممكن تي كابيتال يبقى معاها ار كابيتال او تي كابيتال معاها ار سمول، تي سمول ار كابيتال او تي سمول ار سمول. في اي احتمالات تانية؟ انا عايز واحده تي وواحده ار، ما تجيش بقى تقول لي ده ممكن يخلف تي كابيتال تي سمول. يعني انا لما اجي ادي لابني ادي له حرفين تي، ادي له نسختين من تي طول، وما ادينيش اي حاجه ليها علاقه بلوني؟ لا، انا لازم ادي له one copy from each T، يعني ادي له نسخه من التي ونسخه من الار. فهمنا؟ فهمنا البوينت دي؟ فاصبح عندك انت دلوقتي الاثنين دول لما بييجوا يتجوزوا مش هتعمل نفس الفرد سكوير القديم. ده انا دلوقتي ده عنده اربع احتمالات وده عنده اربع احتمالات.
فهمت ايه البارنت كور اللي انا بعمله ده؟ احط بيرنت فوق اهو، دي كابيتال دي سمول، ار كابيتال ار سمول. ايه ده اللي انا قلت ده صح؟ ولا واحده تي وواحده ار؟ تي كابيتال تي كابيتال ار سمول. دي كابيتال ار كابيتال ودي كابيتال ار سمول، تمام؟ طب خلاص دي الاحتمالات بتاعت التي، الكابيتال بتاعها ممكن مع الار كابيتال او الار سمول، وممكن اقول تي سمول مره مع ار كابيتال ومره مع ار سمول، تمام؟ ادي البيرنت الاولاني. طب البيرنت الثاني، ما هو طلع لي اربع احتمالات برضه، تي كابيتال مره مع ار كابيتال ومره مع ار سمول، وممكن هي التي سمول هي اللي تطلع مع الار كابيتال او التي سمول تطلع مع الار سمول. فهمنا؟ تمام. سيبنا بقى من السكوير، مش قضيتنا دلوقتي، انا عايز استرس على البوينت اللي انت ايه اللي بتعطلك في الاخر يا عم اياد، والمفروض بما اني انا سبقته قبل كده يعني فهتعطلكم انتوا كمان. انتوا بتتخضوا، يا اما بتحفظوها بس، يا اما يا ايه ده بتتحل ازاي، يا اما بتجيبوها بالبركه، فاحنا مش عايزين الكلام ده. احنا هنجيب كل الاوبشنز دلوقتي. بص كده معايا، لو عندي يا جماعه تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، ده لما يجي يخلف هيدي لولاده ايه؟ هو اثنين عنده ببسط اربع او كروموزوم، واحد اربع اكشن. اهو بتريبريزنت اربع كروموزوم، فاللي عنده اربع كروموزوم ده لما يجي يدي لاولاده هيدي ايه؟ هيدي اثنين، واحده تي وواحده ار. فده كده ايه هي الاوبشنز اللي ممكن يديها لاولاده؟ دي كابيتال اوركت. في تاني؟ لا في احتمالات تاني ممكن يخلفها معايا يا نور؟ معاك يا مستر. طب بصي كده، لو تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول برضو ده عنده فور كروموزومز هيدي اثنين لاولاده، ايه هي الاحتمالات اللي ممكن يدي لاولاده؟ واحده تي تي وواحده سمول ار، واحدة فهتبقى ار ايه يا نور؟ تي سمول ار سمول. اني مور اوبشنز؟ يبقى الكابل ده لما نيجي نقول ان هم هيخلفوا كده كده هيخلفوا ايه؟ ده بقى عارفين يعني، انا مثلا لو بفكر اعمل بارت سكوير هعمل بارت سكوير اهو، واحد بيرنت عنده تي كابيتال ار كابيتال والبيرنت الثاني عنده تي سمول ار سمول، في تاني في احتمالات؟ ده فهيخلفوا ايه؟ تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول بنسبه 100%، صح؟ انا بس عايز اوصل لكم فكره ان البارت سكوير مش حاجه بتتحفظ. والله انا عملت بارت سكوير دلوقتي وان سايد وان سايد، ليه؟ ما هو بيرنت عنده جميل وبيرنت عنده جميل، فهمنا؟ طب تعال نجرب حاجه جديده، يلا بص كده يا عم هيان، تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار كابيتال مع تي سمول ار سمول ار سمول، اياد لوحده الاول وبعدين نبقى نجرب مع حد تاني برضه اكزامبل تاني بعدها. قول لي تي كده كابيتال البيرنت ار ده كابيتال واحده تي وواحده اول ار واحد تي ممكن كابيتال. يطلع ايه؟ وات ار ذا اوبشنز ايوه ترى اثنين اوبشنز، اللي هم تي كابيتال ار كابيتال او وتي سمول ار كابيتال. وتي سمول ار كابيتال، اني مور اوبشنز؟ لا ميرسي كتير يا حبيبي. طب دوت تي سمول ار سمول. في تاني؟ لا طب ما انا ممكن اعمل بارت سكوير اهو، ادي بيرنت عنده تو اوبشنز وبيرنت عنده وان اوبشن، صح؟ يبقى انا ممكن احط هنا تي كابيتال ار كابيتال وتي سمول ار كابيتال، صح؟ طيب وهنا تي سمول ار سمول، في جديد؟ لا هيخلفوا ايه؟ تي كابيتال ار كابيتال تي سمول ار سمول تي كابيتال ار What is the كابيتال probability that the offspring سمول تي will be سمول. white؟ وايت White. واحد اللي هو الار كابيتال لا لا اسمه 50 50 الار سمول هو الوايت.
اه زيرو. طب انت عرفت منين ان الار سمول هو الوايد؟ هو كده كده هيبقى قايل لك في السؤال، يعني اقول لك ار كابيتال ده ريد ايوه وار سمول وايد، ودي كابيتال ده تول ودي سمول ده ايه؟ شورت. What is the probability of having a short of spring في الاكزامبل اللي انت حلته؟ 50 50. شوف في ابداع نور. يلا another example. دي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار سمول مع تي سمول تي سمول، او سوري تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار كابيتال. معايا نور؟ وانا عشان عايزك تجيب نظافه. تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول. يلا هنا ده عنده فور كروموزوم، لما يجي يدي لابنه عندي اثنين، انهي اثنين؟ وات ار دي اوبشنز؟ اللي هم تي كابيتال ار كابيتال وايه تاني؟ في كابيتال ار سمول. دي كابيتال ار سمول. ركز علي عشان دورك هيجي. طيب بص لي هنا نور كده يلا، برضه ممكن عايز حرفين، حرف تي مع ار وحرف تي مع ار وحرف تي مع ار يطلع، بس المهم واحده في ار. تي كابيتال ار سمول و تي سمول في تاني ار سمول. تمام، تي سمول ار سمول. كده التو بيرنتس دول عندهم فاليد سكور عادي 2 في 2 صح؟ ده طلع تو جاميتس وده طلع تو جاميتس، واحد تي كابيتال ار كابيتال وتي كابيتال ار سمول وتي كابيتال ار سمول وتي سمول ار سمول، مظبوط؟ صح؟ في حد عنده اي كومنت في الحته دي؟ لا تمام. عارف يا اياد بقى ايه المشكله اللي هتواجهك؟ انك ما تعملش الكلام ده بايدك بالقلم، فعارف هتبص تلاقي نفسك عملت فاليد سكوير كده وحطيت تي كابيتال ار كابيتال، ايه ده؟ وتهني. طب احط ايه فين بقى؟ هتلاقي نفسك فردت بقى وانت عامل تي كابيتال ار سمول كده، تلاقيك كنت عاملها كده بدل ما تعمله في فاليد سكوير صغير عادي زي الناس العاقلين، ان طلع عندك تو جاميتس اهو، قمت واخدهم حاططهم هنا، سوري هنا على الجنب اهو، وايه وده طلع عندك تو جاميتس، هتاخدهم تحطهم فوق برضه هنا اهو، مفيش مشكله. فاهم؟ فامسك ايوه القلم وجرب بايدك، تقوم مش هتنسى ابدا ولا تطلب. تمام؟ كلام للكل يعني يا جماعه. فده هيطلع ايه؟ ركز معايا كده علي، يلا حل لي ده كده، ايه اللي هيطلع هنا علي؟ تي من فوق وتي من على الجنب، وار من فوق وار من على الجنب. أمس طبعا خير. ايوه حبيبي، ليه مش طبيعي؟ المربع الاولاني ده ايه اللي هيفيدك فيه؟ دي من فوق ودي من جنب، وار من فوق وار من جنب. يطلع تي كابيتال تي كابيتال تمام. وار كابيتال ار سمول، ماشي؟ جنبه. تي كابيتال تي كابيتال اه ار ار كابيتال ار سمول برضو شفت الار ولا كابيتال منين؟ ار سمول ار سمول ار ار سمول. سمول ماشي اللي هنا دي تي سمول دي أبسط. اه تي كابيتال تي سمول و ماشي ار ار سمول ار سمول حبيبي، ار كابيتال من فوق ار سمول من جنب. ماشي بص لي هنا بقى وركز بقى ما تغلطش في دي، يلا واحده من فوق واحده من الجنب. فوق هنا حرف التي ايه؟ تي كابيتال، وفي الجنب سمول تي سمول، فوق الار ايه؟ ار سمول وار سمول وعلى الجنب ار سمول ار سمول. فاهم؟ ماشي. طيب what is the probability of tall red tall red plant tall red
كم في المية يا جماعة؟ ده تو ريد وده تو ريد، ده تو وايت ده تو وايت صح؟ يبقى التول ريد عندي طلعت 2 اوفر 4 صح؟ طيب شورت ريد في حاجة شورت طلعت في التيبل؟ لا لا زيرو. يبقى 0 بيرسون. تول وايت زيرو اثنين. تول وايت اهو هو ده، تول دي كابيتال والوايت ار سمول، تول دي كابيتال والوايت ار سمول، يبقى 2 اوفر 4 اللي هو 1 اوفر 2 اللي هو 50%. فهمنا ان الموضوع مش ابداع. ايوه تمام. طب الداي هايبرد كروس بقى، ارجع للداي هايبرد كروس اللي انا عملته يا جماعه، دي كابيتال دي سمول، دي صفه هايبرد اهي، ار كابيتال ار سمول، ده هايبرد، ده هجين وده هجين، يبقى البلانت ده هايبرد للطول وهايبرد للقلب. لما نيجي نعمل له ميتنج يا جماعه، دي كابيتال دي سمول، ار كابيتال ار سمول برضه، ده هايبرد للطول وهايبرد للقلب، هيطلعوا لي كام جميل دول بقى؟ ركز معايا كده علي وقول يلا واحده واحده، عايز واحده تي وواحده ار، يلا دي كابيتال سي كابيتال و ار كابيتال وار كابيتال، او تمشي معاك ايه تاني؟ تي سمول و ار سمول. عينيا تي سمول وار سمول. طب التي كابيتال ما تمشيش مع حاجه تاني؟ دي تمشي مع ال ار سمول برضه. الار سمول ماشي، والدي سمول ما تمشيش مع حاجة تاني؟ لا تمشي مع الار كابيتال. فهمت الفكرة؟ لما يبقى عندي التو تريدز هايبريد بطلع فور جميل، هنا اهو برضه تو تريدز هايبريد بطلع فور جميل، اللي هما تي كابيتال ار كابيتال او تي كابيتال ار سمول، تي سمول ار كابيتال او تي سمول ار. انا اختصارا ليكم وحقنا للدماء، نحفظها، نحفظ الريشيو وخلاص، بس انا ما بعرفش احفظ الماس، انا بحب اعمل الحاجه بحبها، فللاسف هعمل لك البارت سكوير، بس ما تزعلش مني وتخاصمني وتقول بقول مش صح، ولا انت بدات تقول خلاص يا عم علي كنت بتقول لي هو مش كان البيولوجي صح؟ او بدات تغمق صح؟ كابيتال ار كابيتال دي كابيتال ار سمول، سمول ار كابيتال دي سمول ار سمول، ادي فيرب اهو حطيته هنا، الثاني حطه على الجنب، دي كابيتال ار كابيتال دي كابيتال ار سمول، دي سمول ار كابيتال دي سمول ار سمول. طبعا انت عمرك ما هتعمل البارت سكوير ده في الامتحان، امال انا بعمله لك ليه دلوقتي؟ عشان هي مره بس اوريه لك فتحفظ الريشو بتاعه. يعني يا نور، هل انا مضطر ان انا افكرك بالموضوع بتاع ان الاي كابيتال اي سمول مع اي كابيتال اي سمول بيطلع 3 لواحد؟ لما يبقى اي كابيتال اي سمول مع اي كابيتال اي سمول ده بيطلع ريشيو كام؟ ما احنا لسه قايلينها 3 لواحد. تمام؟ طب الاي كابيتال اي سمول مع اي سمول اي سمول؟ اه ده لو حفظ، ما هو احنا نرجع للحصه اللي فاتت كان في بارت سكوير، او سوري كان في وايت بورد واحده قلت لكم لو حفظتوها حياتكم هتبقى احسن. هي فين؟ الحصه اللي هي شرحت، ايوه اللي قبلها، اه احنا قلنا بس عندنا 3 بارت سكويرز نحفظهم اللي هم هنا دول. لو انا عندي كابيتال كابيتال مع سمول سمول ده 100%. تمام؟ لو عندي كابيتال سمول مع كابيتال سمول ده 3 لواحد. تمام؟ لو عندي هايبريد مع ريسيسيف كابيتال سمول يعني مع سمول سمول ده بيطلع 50 50. لو حفظنا دول
بالتكرار بقى قعدنا نحفظهم باكزامبلز، حلينا عليها اسئله، ففضلنا نتكرر لحد ما دي لزقت في دماغنا، بمعنى ان هي بتحبس كده بايدي كده وانا مغمض عيني، في اي جنب في اي ورقه هبتدي اسمع لنفسي الموضوع اللي هو قلنا ليه مش اهو، اللي هو كابيتال كابيتال مع سمول سمول بيطلع 100%، كابيتال سمول مع كابيتال سمول بيطلع 3 لواحد، كابيتال سمول مع سمول سمول بيطلع 50-50 اللي هي كان معلق عليها كده. زيها بالظبط هحفظك ان كابيتال سمول بي كابيتال بي سمول مع ايه، كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول، الداي هايبرد كروس ده بيطلع، ده هنحفظه زي اسمنا ليه؟ محفوظ خلاص، حاجة عمرنا ما هنعملها تاني في حياتنا، بيطلع 9 ل 3 ل 3 ل 1. ايه بقى الرقم ده؟ تعالوا نشوف ده، عشانه بعمل لكم الفرد سكوير، تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار سمول، تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار كابيتال، تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. انا بعمل ايه؟ بجيب من فوق اهو من الجنب، يعني بص تي كابيتال من الجنب حطيتها هنا، ودي سمول من فوق، وار كابيتال من الجنب اهي، وار سمول من فوق اهي، تمام. طب المربع ده تي كابيتال فوق تي كابيتال على الجنب، ار كابيتال فوق ار سمول على الجنب، المربع ده تي كابيتال من فوق تي سمول من الجنب، ار كابيتال ار كابيتال، طب هنا تي كابيتال تي سمول وار كابيتال ار سمول، طب وهنا تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول، طب وهنا تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. طلع عندي يا جماعه، مش هتعمل ده في الامتحان وما تزهقش مني، بس انا بفرجك يعني ايه 9 3 3 1. طلع عندي 9 دول ريد، 9 دوميننت في الصفتين اهو، دول دوميننت وريد دوميننت، هيطلع عندي 3 دوميننت للطول بس ريسيسيف للايه؟ للكلر اللي هو الريد ده هيطلع وايت، لا يعني اهو بص طول اهو بس ار سمول ار سمول وايت، طول برضو بس ار سمول ار سمول وايت، طول برضو بس ار سمول ار سمول، في كابيتال تي سمول في كابيتال تي سمول هنا اهو، في كابيتال من على الجنب تي سمول من فوق ار سمول ار سمول، فطلع عندي 3 دوميننت الواحدة بس ريسيسيف للتانية، دول واي. هعمل بالاسود برضو 3 هيطلعوا دوميننت للريد بس ريسيسيف ان هم شورت، يعني بص هتلاقي تي سمول تي سمول ده شورت بس ار كابيتال ار كابيتال ريد شورت وريد شورت وريد، يعني 9 3 3 شورت وريد، وهيطلع عندي تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول، دي واحده بقى ريسيسيف للايه؟ للحاجتين شورت وايه؟ وواي. بمعنى يا لول عشان ما تسيكبش مني علي، هستخدم لك اي حروف لاي حاجه، بص ايه كابيتال 3 وايه سمول يلو، وبي كابيتال اقول ايه راوند، وبي سمول فرانكي. فلما اجي اقول لك ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي سمول مع ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي سمول، يو ار نوت supposed to make any part square. انت وانت مغمض لما يبقى two traits hybrid، ركزوا كده، انا كنت عامل هنا ايه ده مستر فين 9331، هو ده ال two traits hybrid، ده كابيتال كابيتال وده سمول سمول، مفيش حاجه فيهم هايبريد اصلا، فقعدت اعمل بارد سكول عبيط صغير اهو، طب ده كابيتال سمول اه ده هايبريد اه مستر، بس الصفه دي مش هايبريد هي كمان، طيب ده كده مفيش حاجه فيه هايبريد اصلا،
انما بص لما يبقى كابيتال سمول، كابيتال سمول كابيتال سمول كابيتال سمول مع كابيتال سمول كابيتال سمول، دول يطلعوا لي ايه؟ يطلعوا لي 9 ل 3 ل 3 ل 1. ايه ال 9 3 3 1 دي؟ 9 دوميننت للصفتين الاي كابيتال والبي كابيتال، و3 ايه كابيتال بس بي سمول، و3 ايه سمول وبي كابيتال، وواحده ايه سمول وبي سمول. مستر اقسم بالله ما احنا ما فاهمين، انا هوضحها اهو كده. ايه كابيتال وبي كابيتال؟ يعني دوميننت او بص هتلاقي ده كده 9 جرين، وايه الايه كابيتال بجرين والبي كابيتال براون. 3 الايه كابيتال بجرين بس مش راوند بي سمول، هيطلع 3 ايه جرين ورينج. طب هنا 3 تانيين هما دوميننت للايه للشكل، يعني هيطلعوا راوند بس ايه ريسيسيف للايه للكلر، بدل ما هي جرين هتبقى يلو، واحده ريسيسيف للصفتين اللي هي يلو وايه ورينج. يا مستر وربنا ما فاهمين اهو، تاني في كابيتال دول وفي سمول شورت، وفي كابيتال بلاك وفي سمول وايت. نور هتكسفنيش ايوه من نفسك، بي كابيتال بي سمول، بي كابيتال بي سمول مع بي كابيتال بي سمول، بي كابيتال بي سمول. هل انا مضطر اعمل باند سكوير ولا حفظت الريشيو؟ لا حفظت خالص اللي هو 9 ليه؟ فري فري ل 3 ل 3 ل 1. 9 دوميننت للصفتين، دوميننت دوميننت، وبعدين دوميننت ريسيسيف، وبعدين ريسيسيف دوميننت، وبعدين ريسيسيف ريسيسيف. يعني الناين دي كده هتطلع ايه وايه؟ دوميننت دي ودوميننت دي صح؟ فتطلع ايه؟ وبلاك. هيطلع لي 9 طول وبلاك، طول بلاك، وثلاثة 3 طول و واي وايد. الله يكرمك يا رب وانت بي 36. طب وثلاثة نعكس بقى، الأولى ريسيسيف والثانية دومين، طول وبلاك. شورت وبلاك، الأخيرة وواحد شورت وبلاك، تمام كده؟ طب يلا يا اياد يا بتاع تمام. ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول مع ار سمول ار سمول تي كابيتال تي سمول، هنا هتبقى حافظ مش فاهم ولا هتبقى فاهم؟ ده داي هنا هايبريد صح؟ تزاول شوية. ايوه ده هايبرد، ده داي واحد هايبريد وده مونو. تمام. اديني يبقى ده هيطلع ايه؟ ار كابيتال تي تي كابيتال، كابيتال ار وايه تاني؟ يعني ار سمول تي سمول. ايش انا ما انت بتحب طالما مسكت حرف ماشي، مره مع الكابيتال ومره مع السمول، يلا طيب ماشي، ار ار فار كابيتال تي كابيتال كمان تي سمول سمول. وايه تاني؟ اللي هي ار سمول تي سمول، وار سمول اللي تي هي تي سمول كابيتال ار سمول وتي سمول ار سمول. حبيب قلبي، ده كده ايه ده؟ تي كابيتال ار سمول ودي سمول ار سمول. كده انا عندي 2 جاميتس سمول و4 جاميتس صح؟ ينفع اعمل بارت سكوير 2 في 4 صح كده؟ ايوه ينفع تعمل سكوير 2 في 4. ايوه تمام. ايوه تمام. بس فهمنا او دي كابيتال، دي كابيتال ار كابيتال ار سمول، دي كابيتال دي سمول ار كابيتال ار سمول، دي كابيتال دي كابيتال ار سمول ار سمول، دي كابيتال دي سمول ار كابيتال ار سمول.
تي سمول تي سمول ار كابيتال ار سمول تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول تي سمول تي سمول ار سمول ار سمول. واحد فاضي واحد فاضي. نحط ايه في نحط ايه في الفاضي ده علي؟ يلا هات من فوق ومن الجنب، تي كابيتال من فوق وايه من الجنب؟ كابيتال و تي سمول من جنب اه ومن فوق و نحط ار ايه؟ سمول ار سمول تمام. ار سمول ار سمول يبقى انا لما اجي اقول لكم يا جماعه وات از ذا probability اوف هابن، طبعا انت عارف ان التي كابيتال طول والتي سمول شورت والار كابيتال ريد والار سمول وايد. تمام. ايه البروبابيلتي ان يطلع عندي وايد؟ 2 over 8. لا وايد بس، انا عايز وايد. ده وايد ولا لا؟ ايوه ار سمول ار سمول ولا لا؟ ال r small نقعد مش عارف ليه بالنسبه لي التي هي اللي بتاعه. ايوه معلش. ماشي برضه 2 over 8 3 4 4 over 8 ايوه صح كده، يبقى 4 اوفر 8 ب 50 بس. تمام. طب شور دي بقى اللي توب ريت الشورت دي بلاف الاخضر، ده شورت تي سمول تي سمول، وده شورت تي سمول تي سمول، مفيش تاني. تمام. يبقى 2 اوفر 8 1 اوفر 4 يكتب لك 25%. بس ادي قصه الداي هايبرد كروس من طقطق للسلام عليكم. ماشي. بنتكلم يا جماعه عن بلاد تايبس اند بلاد تايبس، وما هي فصائل الدم، وازاي ممكن حضرتك يطلع دمك مختلف تماما اختلاف عن باباك ومامتك. يعني في هذه المرحله من مراحل حياتنا هنتكلم عن البلاد تايبس. وفي البلاد تايبس نحن نتحدث عن حاجه بنسميها مالتيبل اليلز، مالتيبل الليلز، وما عليناش فيها اي اكزامبل في المنهج غير البلاد تايبس. ايه موضوع المالتيبل الليلز؟ بكل بساطه يا جماعه، لو انت رايح كافيه عادي فانت قدامك حاجتين، هتطلب درينك وممكن يكون بيقدم شيشه، صح؟ تمام تمام. فانت عندك تو اوبشنز وانت هتقعد تختار، انت واحد صاحبي قاعدين على ترابيزه، انتوا اتنين قاعدين على الترابيزه، فانتوا اتنين هتشربوا حاجتين، فممكن تشرب درينك ودرينك، درينك وشيشه، او شيشه وشيشه، صح؟ ربنا يعافيك. فانا اقصد هنا ان احنا دايما بنتكلم عن ان السيل سيل از كارينج تو الليلز، كده كده هيبقى جوه السيل حاجتين. You are choosing out of two options، كنا بنقول يا اما ار كابيتال ريد يا اما ار سمول ايه؟ وايت. في الحاله دي the gene has only two options اللي هم كود فور ريد كود فور وايت، صح؟ تمام تمام. What if لو انتوا رايحين لاونج بقى وبيقدم ديزرت، فممكن ايه؟ تاخد درينك ودرينك، او درينك وديزرت، او ديزرت وديزرت، او درينك وشيشه، او شيشه وشيشه، صح؟ او ديزرت وشيشه، بقى في كذا اوبشن، صح؟ نعم ستيل تو، انتوا اثنين هتشربوا حاجتين برضه، بس يو هاف 3 اوبشنز، درينك وديزرت وشيش، صح؟ وده الموضوع بتاع البلاد تايبس. لما بداوا يدرسوا الجينات بتاعه الدم لقوا ان احنا عندنا 3 possible codes for blood cells. قال لك ان البلاد سيل ممكن يبقى عليها بروتين عامل كده، وساعات البلاد سيل بيبقى عليها بروتين عامل كده من بره، سيرفس بروتين كده معلمها من بره. تمام. او البلاد سيل ما بيبقاش عليها اي سيرفس بروتين. وهم بيدرسوا البلاد سيلز، السلام عليكم، البلاد سيلز والله دي عامله كده،
ايه ده؟ ده عليها بروتين شبه حرف الايه. يبقى ساعات في جين كده او في اليل يعني سموه اليل ايه. وفي احيانا بيبص على البلاكسن، ايه ده؟ دي عليها بروتين شبه حرف البي. ف قالوا ان في جين او كود او اليل بيخلي البلاد سيل عليها البروتين ده فسموه جين بي او اليل بي. وساعات البلاد سيل ما بيبقاش عليها اي سيرفس بروتين فبتبقى شبه حرف الاو كده، فقالوا ان في اليل او. طبعا ده هبل انا بقوله من دماغي، بس معلومات بصيغها لكم قصه حدوته، هو لا عمل كده ولا شاف. تمام. هنا بنقول we have multiple alleles controlling the blood type. It's either A or B or A or O. بس يقوم فرحان من النوم يفرح ويعوم، واحنا بنقوم نروح الدوام. طبعا حياة البط is more fun than you. بس البط بينذبح وانت مش بتذبح. فنرجع للموضوع. قال لك لو بصيت لعيون الدب مثلا تاني، قال لك بص معايا كده بقى. ان what if you have two codes for the blood type A, you are AA. او ده جينوتايب يا جماعه. You must inherit two copies for the gene controlling the blood. لازم عندك نسختين من الجين اللي بيتحكم في البلاد تايب. فانا راجل خدت ايه من بابي ايه من مامي، فانا بقيت AA. او انا بي خدت بي من بابي بي من مامي. اوكي، وقف ان انا خدت ايه من بابا وبي من ماما. لو انا ماما بي وبابا ايه، فماما هتديني قليل بي، بابا هيديني قليل ايه، هو ايه وهي بي. اوكي، فانا بقيت ايه بي. ماذا يحدث لو ايه بقى هنا؟ ايه اللي حصل؟ قال لك الموضوع ده كودومينانس. كودومينانس، لا تنسوا المره اللي فاتت لما قلت when we are speaking about codominance both show. بس دي طيب. يظهر عليها ايه ويظهر عليها بي. طب what if the cell genotype is O O؟ فنرجع نشوف مع بعض. قلنا blood type O، لو انت راجل O O فال blood cell بتاعتك هتبقى smooth and not carrying a surface protein. blood cells لما يجي يبص على الراجل ده blood type بتاعه O، ده السيل بتاعته سموث ما عليهاش اي بروتين. طب لما اجي اكزامن البلاد تايب بتاعك وابص الاقي ان انت عندك سيرفس بروتين شبه حرف الايه كده، اه، فانت كده الاي ايه خلت الشين ايه يظهر او البروتين ايه يتصنع. طب بي لو انت بي بي فالسيرفس بروتين بتاع البي ده هيتصنع على الريد بلاد سيلز بتاعتك، انت بي بي فالبي هتظهر. طب لو انت اي بي، قال لك الريليشن شيب ما بينهم كو دوميننس، فالاي هيظهر، السيل هتصنع بروتين ايه وكمان هتصنع بروتين بي، ودي حاله بسميها كو دوميننس. طب افرض مثلا يعني ان خصيمتك ايه، افرض مثلا ان مامتي او وبابايا ايه، فمامتي او او هتديني او، ما عندها او او. احنا يا جماعه مش بنحلم، انا دلوقتي اكني بقول لك في الحاجه اللي انا شرحتها من شويه في الدرس، اكني قلت لك كده او او كروس مع ايه ايه، الناس دي هتخلف ايه؟ والله ده عنده تو كروموزومز يدي لابنه واحد هيطلع جميت او، ده عنده تو كروموزومز هيطلع جميت ايه، فابنه هيطلع ايه او. ايوه طب لو حد اي بي اتجوز اي بي هيخلفه ايه؟ اي بي برضه يا مستر. طب ما مش عايز غباء، الله يرضى عنك. الاي بي ده ممكن يطلع ايه او بي. طب انت ما عملتش هنا كده ليه يا مستر؟ اقول لك ممكن يطلع او او او، وانا اهبل. انت يا هتروح يمين يا هتروح يمين. لا، انما ايه؟ انما لما يبقى عندي حاجتين مختلفين اقول لك اه هتروح يمين يا هتروح شمال. الراجل ده عنده 46 كروموزوم، كروموزوم ايه قدامه كروموزوم بي، فلما يجي يقسم هيطلع سبيرم في ايه وسبيرم في بي. طب ماما في ميل هتطلع اكس ال ايه او اكس ال بي، ماذا يحدث لو؟ عادي، فرد سكوير بنص جنيه جوزهم سبيرم ايه سبيرم بي عادي، ماما ايه بي برضه، فممكن يخلفوا ولد ايه او ايه بي
او اي بي او بي بي، مظبوط؟ تمام. فانا بقول وات اف بقى، ما هو كده ممكن تلاقي حد او اتجوز ايه، فبص خلفه ايه او، طب ده يظهر الدم بتاعه ايه او؟ لا، ايه او ده الجينو تايب بتاعه، هو كده خد قليل ايه وقليل او، مين اللي يظهر؟ قال لك ان الايه دوميننت اوفر او، يعني ايه او ده كده دوميننت، هيبقى بلاد تايب ايه عادي. طب بي او برضه بلاد تايب بي عادي، يبقى الاو ريسيسيف، الاو مش هيظهر غير او او، تمام. الاي بي جو دوميننت، اي بي مع بعض اهو جو دوميننت. فسؤال تريكي بساله كل سنه للناس، لو باباك بلاد تايب ايه ومامتك بلاد تايب بي، ايه يتجوز بيه يخلفه ايه؟ اللي انا كاتبه ده فينو تايب ولا جينو تايب؟ باباك بلاد تايب ايه، مامتك بي، جينوتايب ده فينو تايب ولا جينو تايب؟ جينوتايب ده جينو، انت شايف حروف قليل زي هنا؟ أمال فينوتايب تمام فاهم؟ انا بقول بلاد تايب ايه أيوه بس، دي اللي انا قلتها، ان البلاد تمام تايب تمام ايه؟ اه يعني ايه الاليلز اللي عندك؟ تمام طيب مامتك ممكن يبقى بلاد اي تايب بي ازاي اعرف؟ اي او ايه الاليلز اللي عندها؟ ممكن باباك ده يبقى ايه ايه او ايه او، صح؟ أيوه مامتك بلاد تايب بي، طب ممكن تبقى بي بي او بي او، صح؟ أي فانا لما بسال السؤال التريكي بقى دايما معايا براء، انت لايك معايا وعلي وقع، صح انت ما ولا فهمتش براء؟ حتة الفونوتايب دي. طيب انا بتكلم بقى دلوقتي، لو قلت سؤال عام، لو باباك ايه ومامتك بي يخلفوا ايه؟ بقى الناس حافظه مش فاهمه، يقول لك يخلفوا ايه بي، بابا ايه ماما بي يخلفوا ايه بي. طب يا حبيبي ما بص، هو مش كده ايه او باباك ايه وبي او مامتك بي، صح؟ دول يخلفوا اي حاجه، ليه؟ هيطلع باباك سبيرم فيه ايه وسبيرم فيه او، والام أو هتطلع اكسل فيها بي او اكسل فيها او، فانت راجل باباك ايه ومامتك بي وانت طلعت او، ايه ده؟ القصه اللي كنت بتقول لي عليها بقى، وممكن اثنين وايت يخلفوا بلاك، اثنين بلاك يخلفوا وايت، هو السكين كلر مش بالبساطه دي، صعب تلاقيهم وايت وايت بيل وايت، يعني ايريش مثلا، وتلاقيهم ايه مخلفين حد دارك بلاك قبل، يعني تقريبا من تسع المستحيلات، لان البلاد تايب آه سوري السكين كلر انا بتكلم عنه ان هو ميكس في كذا جين في حدوته، فصعب السيناريو اللي احنا نخلقه، يعني ان الاثنين يبقوا وايت يخلفوا بلاك، بس سهل قوي ان الاثنين عندهم بلاد تايب ايه وبلاد تايب بي يخلفوا حاجه مختلفه. او اهو بابا ايه او ماما بي او، هيخلفوا ايه بي وبي وايه وو، خلفوا الاربع فصائل عادي، انا واخواتي اربعه، بابايا ايه ومامتي بي، وانا واخواتي احنا الاربعه، مفيش حد فينا زي التاني. تمام موز ولا النت قطع؟ النت قطع. نتكلم عن بعد كده، خلصنا موضوع البلاد تايبس وعرفنا كلمه مالتيبل اليلز يعني ايه، وان الريليشن شيب بتوين ايه اند بي اللي هو الهيتروزايجس بتاعها هي كودومينانت. سؤال بس مهم دايما بيجي في الحته دي يا جماعه، ومعلومه مهمه زحليقه، ان يستحيل impossible sit up possible there is no chance that ان اي بي يخلف او 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 يخلف اي بي، ثاني كده لانها احيانا تاتي في ال ام في حال، ماذا نقول؟ انت بتقول يا مستر، بقول ان مستحيل حد بلاد تايب او يخلف اي بي ولا اي بي يخلف او، معلومه مهمه جدا. ازاي بقول اهو؟ ان الاي بي يستحيل يخلف او، نو تشانس، والاو او مستحيل يخلف اي بي، ليه؟ ما هي مكتوبه قدامك اهو، الشخص الاو عشان شارين عايز او من بابا واو من ماما، طب انا اي بي ده ما عنديش او اتجاه، طب اي بي ده عشان يتولد عايز ايه من حد وبي من حد، طب ما الاو عنده لا ايه ولا بي اتجاه، فانا لو مامتي او مستحيل اطلع اي بي، حتى لو ابويا اي بي، يعني انا لو ابويا اي بي ومامتي او هيخلفوا ايه دول؟ هيخلفوا ايه او بي؟ يعني اي بي اهو اتجوز او او، هيخلفوا اي او واي او وبي او وبي او، صح؟ أيوة. ما ينفعش هو يخلف اي بي، مستحيل.
ونفس الكونسيبت لو الاي بي اهو، يعني او ما خلفش اي بي والاي بي ما خلفش او، ده اللي انا اقصده. فهمنا دي؟ تمام. اوكيز برا. ايوه مستر فاهم، بس حكايه تمام. الفينوتايب دي ولا بص ما حبيبي اولا فهمتهاش انا يعني. هقول فصيلة دمك ايه اللي بتتكتب في البطاقة، في الإقامة، في التقرير الصحي، بيكتب ايه بس صح؟ صح، دي الفيزيكال تريت بتاعتك، دي الصفة، صفة دمك لها ايه؟ طب هل هو وضح لي الجينوتايب بتاعك؟ يعني هل انت بيور ولا مثلا ممكن بابا او؟ فانت ايه اه، بس ايه او؟ انت كده هايبر. طب ايه ايه؟ انت بيور. انما ايه لوحدها؟ ده فينوتايب صح؟ ده الحاجة اللي احنا شايفينها، مش الجينوتايب بتاعك صح؟ جينوتايب يبقى ايه بي مثلا؟ جينوتايب عايز حرفين because you always have two alleles for any gene صح؟ اوكي فهمت. يس لازم تاخد one allele from father one allele from mother. اوكي؟ اوكي اوكي. اوكي ثم نسكيب موضوع البوليجينيك انهيرتنس دلوقتي ونتكلم عن البيديجري، سوري عن الكاريوتايب، عشان هي جزئيه مهمه، وبعدين نرجع نتكلم عن السكس لينكد جينز وهي قصه شيقه جدا وانترستنج وبتزعل. بس نفهم الكاريوتايب الاول. انظر معي يا اطفال يا حلوين اشربوا الحليب، واحنا بنعمل عمره بتبص تلاقي طفل هندي صغير بيلعب في ساحه الحرم بره، الساحه بره اللي هي ففي هنود وباكستانيين صغيرين كتير. طفل هندي صغير عمال يجري، تروح تمسكه تلاقيه بنت صح؟ بس بالحلق كده، لا عيل اقرع صغير كده بيجري. ايه ده تلعب معاه؟ يجري يجري يجري، يبص لك كده تلاقي حلق، ايه ده بنت؟ مش ممكن بتحصل احيانا؟ لا عيل صغير بيلعب، هما بيحلقوا العيال هم اقرع، عشان كده انا اخترت هندي وباكستاني. هما بيقعدوا يحلقوا للبنات اقرع زيرو عشان لما تكبر يقعدوا يحطوا لها كريمات وحاجات كده ويطلع شعرهم ناعم بغباء. فممكن تلاقي بنوته صغيره صلعاء تمام؟ الانثى صلعاء بكل الاشاتي القديمه اللي انا عمال اقولها دي. فتلاقي انت وهي بعيده والبنت دي عماله تجري وتلعب، فانت كنت فاكرها ولد صح؟ ما ترد عليا يا جدعان. تمام. هو تمام. ماشي؟ انا بس ام ايمنج ات سمثينج، والله اي ويل بوينت ات سمثينج دلوقتي. يعني انا اقصد ان لو عندنا ميل وفي ميل، فما قبل البيوبرتي، ما قبل البيوبرتي هما تقريبا الاثنين واحد، ما عرفناش غير من الحلق صح؟ تمام فاهم مش قصدي؟ قوي بس ماشي. يعني انا يا مش دوب، لا ما انا بتكلم في حد لابس هدوم، انا بتكلم في انسان عادي بادي ستراكشر ولمبه وعينين ومناخير. فاللي بيديفرنشيت ميل عن الفيميل ما قبل البيوبرتي مجرد شاب، يعني من الاخر سكس اورجانز بس غالبا، يعني انما البادي ستراكشر تقريبا واحد مظبوط؟ facial features. صعب يعني تبقى في العيال الصغيره، ساعات بتلاقي عيل صغير انا محتار، يعني بتحصل في العادي، يعني بيبقى بشعر كمان ولا انا عارف ده واد ولا بنت عند سن 6 شهور، ده انت مش عارف تميز اصلا ماشي صح؟ ازاي؟ انا مش قلت عندك مشكلة صعبة بس ماشي يعني. في سن ال6 شهور يا ابني صعب، الاثنين بيبقوا لابسين ال ست شهور. اللي انت طيب حلقت. انت مش هتلاقي واحد عنده 6 شهور بيلف في الحرم. لا لا انا بهزر يعني، بدي اكزامبل عشان اذكر يعني، يعني بما يعني اني صغير بتحصل بتحصل. في الحرم بشوف بنات صغيره قرع، يعني بيحلقوا اهاليهم بيحلقوا لهم زلط، مستر تبقى تو بنت متضايقه وانت قريبك كنت مثلا. بعيده تفتكر ولد تمام. ايوه فانا بقول ان احنا لما نيجي ندرس ال 46 كروموزوم اللي موجودين في جسم البنت وجسم الولد، اصلا معظمهم something common، 44 كروموزوم هم اللي عند الولاد، هم اللي عند البنات. بتلاقي 44 كروموزوم، لو خدت انا سيل من عندك وسيل من عند نرمين ايا كانت مين نرمين، فابص على السيل عندك والسيل عند نرمين، افحص الكروموزومز، والله تقريبا ال 44 كروموزوم دول هم دول تمام، دول مسؤولين عن العين والمناخير والشعر والبلاد تايب والهيموفيليا والليفر والبنكرياس والانسولين تمام، عندك ليفر عندها ليفر، عندك كتاف عندها كتاف، عندك فورمين في مناخيرك عندها فورمين في مناخيرك، عندك عينين عندها عينين ودنين او ودنين، 5 صوابع 5 صوابع. يبقى most of the body structure is almost covered except some عندنا الاول 6 organ
وسام في ميل كاركترستكس وميل كاركترستكس. فكل الجينات اللي هي بتاعت الميل والفيميل والحدوته دي محطوطه على تو كروموزومز، على تو كروموزومز. التو كروموزومز دول بيكونوا في الفيميل اكس اكس، وفي في الميل بيبقى اكس واي. اوكي، يبقى ال 46 كروموزوم عند الميل وعند الفيميل. وي هاف 44 كومن كروموزومز وي كول اوتوسومز. كل الصفات اللي انا وانت درسناها من شويه، بلاد تايب مش بلاد تايب، انسولين مش انسولين، عنده مشكله في اللنج، عندها مشكله في اللنج، كل المشاكل دي هي مشاكل مشتركه عند الميل والفيميل، وكاريت اون ذا سيم كروموزومز ذات وي كول اوتوسوم. اوتوسومز، كل اللي احنا شرحناه الحصه اللي فاتت والحصه دي هي جينات يوجد منها تو كوبيز عند الميل، كنت اقول لك ايه كابيتال وايه سمول، وعند الفيميل برضو هي كمان عندها تو كوبيز، ايه سمول وايه سمول مثلا. المهم ان الصفتين موجودين. صاحبي براء صحصوحي كده معايا لو سمحت. معاك انا اقول لك ان الميل عنده كروموزوم واحد اكس والثاني واي، والفيميل عندها كروموزومين اكس. اوكي، اوكي اذا قلت لك عزيزي الفاضل ان في جين موجود على الاكس كروموزوم، يبقى الجين ده موجود كم منه، كم نسخه عند الفيميل؟ جين ايه از كاريد اون اكس كروموزوم. يبقى انا قعدت ادور في ال 44 كروموزوم دول ما لقيتش ايه، هلاقي الايه دي موجوده فين؟ على الاكس دي او على الاكس دي. مظبوط مظبوط مظبوط. اخر فاضل، يبقى ممكن الفيميل دي تبقى ايه، كابيتال اسمه، صح كده؟ صح اما هذا الولد الشقي فانا برضو بدور على جين ايه، ما لقيتوش طبعا في الحاجات دي، لان انا قلت لك جين ايه از كاريد اون اكس كروموزوم، فالجين ايه مش موجود في وسط الناس اللي فوق، موجود فين؟ على الاكس واي بتاعته، صح؟ أنا تهت أمس جين ايه از لوكيتد اون اكس كروموزوم. الفيميل عندها كام اكس؟ في 3 إكسات الفيميل عندها كام اكس هنا؟ إكسين حسن، هم 46 كروموزوم مش 7، 3 اكسات دي عندها مرض، انا اشرحه كمان شويه. انما أنا أيوه العادي 44 كروموزوم واكس اكس، ادي 46 كروموزوم. حضرتك وحضرتي 44 كروموزوم واكس واي، صح؟ يبقى انت لو في جين صح اسمه جين ده عندك منه كام نسخه على الاكس، اهو هو كارب اون ذا اكس، يبقى انت عندك ايه؟ نسخه واحده، صح؟ صح ينفع اقول ان انت راجل ايه، كابيتال ايه سمول في الجين ده؟ مستحيل، انت عندك اكسه واحده. مظبوط؟ مظبوط انظر معايا، لوك ويز مي، بي اتنشن، بالفرنش يعني عايز اتنشن، يلا اتنسيون، يلا. ما هذا؟ ده شكل الكروموزوم السيد الفاضل، عزيزي المشاهد، كما قال الدحيح، 2 4 6 8 10 12، فاهم؟ 12 او 6 بير، 12 بيرز ب 24، 18 بير ب 36، 22 بير، ادي 44 كروموزوم، 44 كروموزوم، صح؟ 44 كروموزوم. حضرتك خدت ايه؟ خدت الكروموزوم ده من بابا، خدت زيه من ماما، ده من بابا زيه من ماما، ده من بابا زيه من ماما، صح؟ محدش تمام بيقول عليا، محدش بيقول لي صح، يا رب اللي يقول صح يجيب صح 36، صح مبسوط وفرحان، يكسب فلوس، يكسب لوتري ولا بتاع، يلا. وبما ان حضرتك ميل، فانت خدت واي من بابا واكس من ماما، صح كده؟ تمام ماشي؟ طيب، تمام احب ان اعيد صياغه الموضوع تاني بشكل اوضح عشان الناس اللي بيجي لها لاج وما بتكتشفش ان جالها لاج بعد الحصه. اقول لك عزيزي المشاهد ان انت عندك 46 كروموزوم، انت راجل 44 كروموزوم اكس واي، والمدام في المستقبل ان شاء الله هتبقى، الا لو اتجوزت في النيل، انت هتتجوز فيميل عندها 46 كروموزوم برضه، 44 كروموزوم واكس واي. فحضرتك لما بتيجي تعمل سبيرم
بغض النظر بقى اننا بالانترفيس والدبليجيت ونطلع اربعه جميل، بس احنا بنقول ان انت في الميوزس ال 44 اكس واي دول هيبقوا ايه يا عم اياد؟ انظر كده معي، عشان انت بتروح وبترجع كمان شويه ناس، عايز اقسم نص الكروموزومز بالجميع، فهيطلع سبيرم فيه 22 واكس وسبيرم تاني فيه 22 واي. حلو كده؟ تمام. والمدام ان شاء الله في المستقبل هتطلع اكس ال فيها 22 واكس، وبرده الاكس ال الثانيه 22 واكس برده، لان هي ما عندهاش غير اكس اكس، والا لو كانت اكس واي هنروح كده في حته رينبو مالناش دعوه بيها. تمام؟ ماذا يحدث لو سبيرم، بص نفس الكلام بقى بتاع السبيرم ده، ممكن يفرتلايز الايج دي او يفرتلايز الايج اللي هناك، صح؟ لا ده والله السبيرم ده ايوه هو اللي تمام. هيطلع، هو ده اللي نجا وعاش وعاش في الفرتلايزيشن، فالسبيرم ده ممكن يقابل الايج دي او يقابل الايج اللي هناك، صح؟ فيخلفوا صح صبيان وبنات يعيشوا في تبات ورماد في الجو الهابط ده. انا هنا بتكلم في ايه يا جماعه؟ ان احنا بنختزل الموضوع، ان انا بقول لك ايه؟ الميل يا عم اياد بدل ما اقعد اكتب 22 و44 والكلام ده، انت شايف الكلام ده كله كده اصبح ملوش لازمه عند الميل زي عند الفيميل، صح؟ أيوة. اوكي يا براء، فهمت دي؟ نعم انا نهبل جدا، عملت ايه؟ انت اكس واي وهتتجوز اكس واي برضه، شفت رحنا في حته ريمبو مش حلو، هنتجوز اكس اكس في ميل، مش ميل هيتجوز ميل، تمام؟ فهنا بنختصر الموضوع ان عمليه الزواج ما هي الا ان راجل اكس واي بيتجوز اكس اكس في ميل، فيا يخلفه بنوته يا يخلفه ولد، صح؟ تمام. صح. هنا بنتكلم عن هذه الحدوته كلها، لما اجي اقول لك ركز معايا بقى في الموضوع كده، لو جيت انا قلت لك diabetes is an autosomal disorder، مرض جيني autosomal، كلمه autosomal يعني sexual كارت اون activity. نورمال كروموزوم، يعني الجين بتاع الدايابيتس مرض السكر ده تقريبا اللي الشانس بتاعته ايكوال عند الميل والفيميل، مرض موجود على اوتو سوم، يعني المرض ده اوتوسومال ديزيز، سيك ميل بيبقى اسمه الاسمول، سيك فيميل بتبقى اسمه الاسمول برضه، صح يا عميات؟ أي صح يا براء، مرض على يعني اوتوسوم أيوة معاه. موجود عند الميل زي موجود عند الفيميل، فخلاص انتهينا، دي الحدوته القديمه اللي بنتكلم فيها، المرض اسمه السيك ايه كابيتال هيلث، يبقى الراجل اللي هو ايه كابيتال سمول او ايه كابيتال، ايه كابيتال ده سليم، الست اللي ايه كابيتال سمول او اسمه ايه كابيتال، ايه كابيتال دي سليمه، والراجل المريض اسمه الاسمول والست المريضه اسمه الاسمول، ماشي؟ ماشي حبيبي؟ اوكي تمام. طيب انا جيت بقى قلت لك، مش انا والله، انا لو عليا ارجحكم وخلاص ونعيش كلنا في تبات ونبات وخلاص، بس في الامتحان بقى بيقول لك الكلر بلايندنس ده مرض ريسيسيف اسمه، ماشي؟ لوكيتد اون اكس كروموزوم، ماشي؟ اصبح هنا ايه يا عم اياد؟ هل انا اقول ان كلر بلايند ده معناه ان الراجل اسمه الاسمول والست اسمه الاسمول؟ الراجل الطيب اللي شرح لك السؤال قال لك ان الاسمول دي او المرض ده موجود على الاكس، اسيب انا الاكس واكتب فوق في الاوتوسومز؟ معلش بس تاني، معلش ما فهمتش مثلا. المرض سكس لينكد لوكيتد اون ذا اكس كروموزوم، ايوه المرض ده او ان انت تمام. تبقى سكس او مريض، الجين اللي مسؤول عن عمل الوان موجود على الاكس كروموزوم، انا هنا عندي 44 تمام كروموزوم ما فيهمش اكس و44 كروموزوم زيهم ما فيهمش اكس، يبقى هو وهو بيتكلم عن الكالر بلايندرز ملوش دعوه بالكلام ده، هو المرض على الاكس، ليه علاقة بالإكس؟ راجل مريض يعني اسمه عنده اسمه على الاكس،
اوكي، تمام. وست مريضه يعني عندها اس مول على اكس دي واس مول على اكس دي، صح كده؟ تمام. بس ادي الحدود. لما يقول لك ان في حاجه اسمها 6 لينكد، ما تعمليش دولار، ما تعمليش حروف كابيتال وسمول ومش عارف كلمه 6 لينكد ديس اوردر، 6 لينكد تريد، 6 لينكد مش عارف ايه، تقوم عامل ايه؟ بيقول لك راجل اتجوز ست، تقول الاول ادي الراجل اكس واي واكس اكس، ادي الست هيخلفوا ايه؟ هيخلفوا ممكن بنت اكس من فوق واكس من جنب. طب هنا اكس من فوق اكس واكس من الجنب، طب هنا لا اكس من الجنب وواي من فوق، اكس من الجنب وواي من فوق. دي هنا عملية المارج في حالة ان انا بتكلم على الاكس والواي، تمام؟ دعونا ننظر الى سؤال عشان الناس، انا متأكد ان في ناس مش فاهمة انا بقول ايه اصلا. انت بتقول انا مش استنى بس فاهم اروح اجيب دبوس، معلش يا حبيبي، اروح اجيب دبوس. اتفضل يا حبيبي، عايز تطلع شريحة من الموبايل؟ ثانية واحدة. هو مستر الله رايح في حتة سوري يا جماعة، يلا معلش نور العربية ايه، نعم. نرجع لموضوعنا يا براء عشان انت بس كنت مش معانا الجزء اللي فات. اقرا معايا كده الجملة دي وانا هضيف عليها بس معلومة صغيرة لحد ما نحتاجها، او انا هقول لك دلوقتي color blindness is 6 linked color blindness is 6 length recessive
ثانية واحدة يا حمزة. Disorder. كده أنا بقول لك إن في مرض اسمه الكالر بلايندنس، والمرض ده الجين بتاعه ريسيسيف، الكود بتاعه لو حد هيطلع كالر بلايند فهو الكود بتاعه ريسيسيف. ده معناه إن السليم دوميننت، يعني في جين هنا لو اتكتب الجين ده اسمه ده بلايند، كالر بلايند يعني. طب لو هو ايه كابيتال ده راجل يطلع سليم، اتفقنا؟ يا براء فاهم. قصدي، اتفقنا؟ يس اقرا كده معايا يلا. كالر بلايندنس از سكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر. A female that is color blind married a man with normal vision. المرض سكس لينكد، كلمة سكس لينكد دي يعني located on X. أنا ممكن برضو إيه أوضيح أكثر، أهو الكلام اللي أنا قلته ورا هنا أهو، إن إيه؟ يس يس color blindness located on the X كروموزوم، تمام؟ هنا أهو 6 كروموزومز، الحاجات دي كلها located on the X كروموزوم، أوكي؟ ما عندناش حاجة على الواي دلوقتي، مش هنتكلم في موضوع الواي خالص دلوقتي، تمام؟ يبقى المرض ده على الاكس يا براء. فأنا لما أجي أتكلم، عارف أنت لما يجي يقول لك المرض ده ريسيسيف، فإحنا كنا بنتكلم في العادي بتاعنا إن الريسيسيف ده معروف إن هو سمول سمول، أو زي ما كنا بنقول أر سمول أر سمول مع الفلاور والألوان والكلام ده، صح؟ صح. ده لو هو أوتوسوم، يعني ما قاليش إنه 6 لينك، انما كلمه 6 لينكد يعني المرض على الاكس، صح؟ صح. والاكس دي موجوده عند الميل اكس واي وعند الفيميل اكس اكس، اوكي؟ تمام؟ يس. تمام. فالكابل ده ممكن يخلف اكس اكس او اكس اكس او اكس واي او اكس واي، اوكي؟ اوكي. يتعمل البان سكوير بالشكل هو في دي ليه، مش عارف ليه الكلام ما بيظهرش على البورد على طول. ثانية واحدة يا جماعة، نكمل. بقول تاني، امال هو ليه بيقول يلا؟ بقول تاني يا جماعه ان اهو، ان انا عندي فيميل اكس اكس هتتجوز ميل اكس واي، اوكي؟ في ليه مش طبيعي، ثواني لو اظبط النت بس عشان الحته دي وهنبقى خلاص خلصنا. هو ظبط خلاص، طيب هيخلفه اكس 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 او اكس واي اكس واي، اوكي؟ there is a 50-50 chance that the offspring will be a male or female. ممكن اهو 2 over 4 اكس اكس، يعني احتمال بنسبه 50% ان هم يخلفوا بنت، وبرضه احتمال بنسبه 50% ان هم يخلفوا ولد. احنا بنقول what are the possibilities، يعني حد خلف ولد المره دي كده وخلف ولد المره الجايه كده هو ليه بنتين؟ لا، انا بقول ان هو لما يجي يخلف تاني برضه احتمال ان هو يخلف ولد او بنت 50-50، تمام؟ الموضوع كله ان اكس واي نص السبيرمز بتاعت الراجل بيطلع فيها اكس، نص السبيرمز بتاعت الراجل فيها واي، فوالله لو السبيرم ده هو اللي هيعمل فيرتلايزيشن فكده هيخلف بنت. طب لو السبرم ده هو اللي هيعمل فيرتلايزيشن، لا ده كده هيخلف ولد. ده موضوع عام بشكل عام. نرجع لموضوع الكالر بلايند، خليك معايا برا ثانيه واحده بقى يلا. انا قلت لك ان الكالر بلايندنس لوكيتد اون ذا اكس كروموزوم، ايوه. يلا بينا بقى نكمل الجمله. A female that is color blind. كده الست اللي هي اكس اكس اللي انا بقول عليها دي color blind، يعني عندها اسمول والناحيه الثانيه اسمول برضو، لان لو عندها اي كابيتال هتبقى سليمه، صح؟ ايوه. طيب
ماريد امان وذ نورمال فيجن. الراجل ده الفيجن موجوده على الاكس. طب النورمال احنا قلنا المرض سمول يبقى النورمال كابيتال صح؟ صح. طب هيخلفوا ايه دلوقتي؟ ممكن يخلفوا بنت ايه كابيتال اي سمول او بنت ايه كابيتال اي سمول. فاكر دي بتيجي ازاي ولا مش فاكر؟ اكس من عند بابا بايه كابيتال واكس من عند ماما باي سمول. مستر فاكر والله. تمام ماشي. طب اه ممكن يخلفوا ولد اي سمول او ولد اي سمول صح كده؟ صح. ده possibility that their daughter will have color blind. بس ايه احتمال بقى ان هم يخلفوا بنت مريضة؟ 50%. هل البنت دي مريضة او دي مريضة؟ قبل ما تقول بقى شوف في من ايه؟ دوتر. في بنات هنا color blind. البنت دي كابيتال يعني نورمال سمول. يعني هنا نورمال اهي. تمام؟ ودي برضو كابيتال سمول نورمال برضو. هل البنات كولر بلايند؟ مش عارف. مش عارف ليه؟ البنت دي كابيتال سمول، كابيتال يعني دوميننت، يعني سليمة، ما أنا قلت لك في الأول أهو، إيه كابيتال نورمال؟ طب انا عارف. ايوه، والايه هي سمول بلايند. ماشي. يبقى كابيتال سمول ده نورمال ولا كولر بلايند؟ نورمال. نورمال زيها زي كابيتال كابيتال، بس ده نورمال بيور وده نورمال قلنا عليه كارير او هجين او هايبرد. تمام؟ انما المريضه في من المريضه اسمه الاسمول صح كده؟ صح. يبقى 0%. ليه 0%؟ عشان خدت ايه كابيتال من بابا، باباها ادي ايه كابيتال فطلعت سليمه، ودي باباها ادها ايه كابيتال فطلعت سليمه صح؟ طيب نكمل في موضوع السكس لينك التاني. سؤال تاني يا عم اياد. مستر، يعني لو واحدة بلايند اتجوزت واحد كويس، 1000000% مش هيخلفوا أي واحد بلايند؟ مش هيخلفوا بنات بلايند، بس كل الصبيان هيطلعوا كلر بلايند زي ما هم، لان الولد الاكس اللي عنده هياخدها من مين؟ اهي تاني اهي. لو اكس اي سمول، اكس اي سمول فيميل كلر بلايند والاب سليم، كده الصبيان هيطلعوا بايظين خالص، لان الصبيان هياخدوا الاكسات منين؟ من ماما، والاكسات اللي عند ماما كلها كلر بلايند، مفيش والله ولد طيب هيطلع ايه نورمال. ده؟ تمام؟ والله يا مستر، هي مش ايه كابيتال ولا حاجة؟ الواي، ما هو المرض على اكس، ما الواي دي عليها صفات الميل. الواي مع معظم الجينات اللي عليها ملهاش دعوه باي حاجه، هي مجرد جينات الميل كاركترستكس. تمام ماشي. فاهم قصدي؟ يعني انت لما تيجي تبص على الكاريوتايب كده هتبص تلاقي ايه؟ الكروموزوم اكس ده كروموزوم كبير وشال جينات كتير ليها علاقه بحاجات كتير عند الراجل وعند الست، لان هو الكروموزوم اكس موجود عندي وعند الست. بص اكس ده شايل 1200 جين، في 1200 جين على الكروموزوم اكس. لما درسوا الدي ان ايه لقوا الكروموزوم اكس شايل 1200 جين، اما الواي شايل 140 جين ليهم علاقه بالميل بس. تمام؟ فمعظم تمام. الصفات او الصفات اللي بيتكلم عنها في السكس لينك تريتس هي صفات موجوده على الاكس. زي السؤال اللي بعده، بص لي كده اهو عشان نقفل باب السكس لينك تريتس. One form of مرض عزت مرض AED is an X-linked recessive condition. المرض ده موجود على الاكس اهو، اكس لينك موجود على الاكس والمرض ده ريسيسيف. يبقى المرض ده عباره عن اكس اسمه ده اي اي دي واكس اي كابيتال ده ايه هيلثي. اوكي ماشي. طيب تمام. اكس اكس اتجوزت اكس واي فخلفوا اكس 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 واي أبي اكس واي ماشي. تمام، مين بقى اللي يخلف ايه؟ بص بيقول لك ايه؟ which male and female would be most likely to have children with these expected results? Have their sons have AAD and none of their daughters have AAD. مين اللي يتجوز مين فيخلف
نص ونص، ولا نص الصبيان سليمة والبنات كلها سليمة. ايه ده؟ تاني كده اياد، يلا. قال لك المرض ريسيسيف، مين اللي هيتجوز ويخلي؟ نص الصبيان مريضة و none of the daughter have AAD، يعني البنات كلها سليمة، مفيش بس حد من البنات عنده AAD. لسه كلهم نجرب مرضى. مع بعض، ميل وداوت راجل ما عندوش المرض اكس اي كابل. واضح كده اياد، براء، نور؟ ايوه ميل وداوت AAD يعني الراجل ده عنده الاكس بتاعته اي كابيتال، ما عندوش المرض. اند هوموزايجس دوميننت فيميل، والفيميل هي كمان هوموزايجس دوميننت، يعني الحرفين هوموزايجس زي بعض ودوميننت. هل دول هيخلفوا حد مريض؟ لا هل في اي سمول هتروح لحد من عيالهم؟ لا يبقى الاجابه دي غلط. تمام؟ هات اللي بعده. ميل وداوت اي اي دي، راجل ما عندوش المرض، يعني راجل دومينانت ما عندوش المرض اللي هو قال لي عليه ايه؟ ريسيسيف. راجل سليم ميل وداوت اي اي دي، خلاص يبقى الراجل ده كابيتال، ما عندوش المرض الريسيسيف. اند فيميل اي اي دي كارير، سليمه بس كارير، هي ايه كابيتال؟ سليمه بات كارينج ذا ديس اوردر اسمه. ينفع دول يخلفوا اللي هو بيقول عليه تعالشو؟ هم دول كده هيخلفوا اكس اي كابيتال، اكس اي كابيتال، اكس اي كابيتال، اكس اي سمول، اكس اي كابيتال واي، اكس اي سمول واي. نص الاولاد مريضه والبنات كلها سليمه. اهو هاف ذا سانز هاف اي اي دي، اه الواد ده عنده اسمه ده، ما عندوش. half the sons. ايوه انا كنت فاكر طبعا half the children، and none of the انا daughter، قلتها يعني half صح the بس انا كنت children و فاكر half none the of the children. daughter. فاعل الكلام يا واد، تمام. معلش هاف معلش. ذا سانز، ادي نص الولاد، الولاد ولدين اهو، ولد مريض وولد سليم. ايوه هاف ذا دوترز هاف اي دي، والبنات لا دي سليمه بس كارير ودي سليمه خالص. none of the daughters have AAD. حلوه دي، خلاص يبقى دي الاجابه صح كده، ايوه تمام. مستر احنا بنتوه، ما احنا بنتوه، وانا عايز احلهم كلهم وابعت لك الريكورد وانت تحاول تحلهم لوحدك الاول. هتهني تقوم رايح شوفني بحل ازاي، وتقوم ايه، اه عايد، اه خلاص ده قلم، ابوس ايديك اقسم بالله الشابتر ده بقلم حله في حياتك كلها. اللي انت بتقعد تذاكر سوفت كوبي بس، اه المستر قال اكس كابيتال اكس سمول، بتيجي انت بقى تيجي في الامتحان هو مفيش مستر قال يعني ليه لا، فتيجي انت تجرب تعملها بايدك لاول مره في الامتحان، فتقعد بايدك بقى تهبل هو ايه يعني ايه وتقلب معزه، تمام. فلو سمحت مش عايزين مقيس في الامتحان. إيه نبص تاني، ايه انا هدي لك معلومه واضحه وصريحه، اقول لك كده اهو، هنكتبها هنا بالخط العريض في الوايت بوردز اللي هنبعتها على الجروب. color، دول المرضين بس اللي هتحفظهم في موضوع 6 ليمت، color blindness، hemophilia. سكتشيزوفرينيا. المرضين دول 6 ليمت، او بلاش 6 ليمت ده عشان ما تهنكش، اكس لينك ريسيس. قال لك في الامتحان او ما قالكش، انت هتتعامل بالمعلومه دي اللي انت حافظها، انه لما يجي يقول لك هيموفيليك فاذر، يعني في راجل عنده هيموفيليا والهيموفيليا دي موجوده على الاكس وريسيسيف، يبقى هيموفيليك فاذر عنده المرض الريسيسيف على الاكس، اند نورمال نوت كارير ماذر، هيتجوز ام نورمال ومش كارير، يعني سليمه بيور خالص، اهي نورمال اي كابيتال ومش كارير، يعني كده كده الاثنين اي كابيتال. هاف تو بويز اند تو جيرلز، ويتش اوف ذير اوف سبرينج ويل موست لايكلي انهيرت ذا ديزيز ولا انهيرت ذا الليل، مين اللي هياخد نسخه من المرض؟ نجوز الناس دي
ونشوف المرض هيطلع عند مين، والقليل بتاع المرض ده ممكن مين اللي ياخده. يعني اهو اكس اكس اي كابيتال، اي كابيتال في لاج معلش. وعندي احاول اكتب بالماوس يمكن ما يبقاش في لاج، اكس واي تمام. قال لي ايه هيموفيليك فاذر، يبقى الاب اكس اي سمول واي. نورمال نوت كارير ماذر، الام سليمه ومش كارير، تبقى كابيتال كابيتال. خلاص عرفنا. خلاص يا مستر ما انت ممل، معلش انا ممل شويه. اكس اكس اي كابيتال اي سمول، وهنا اكس اكس اي كابيتال من ماما واي سمول من بابا، واكس اي كابيتال واي، واكس اي كابيتال واي. Who inherited an allele for the disease؟ مين اللي خد نسخة من المرض سواء مريض أو مش مريض؟ البنات أخذت اسم من بابا. All the daughters inherited an allele for the disease. All the daughters. طب السونز؟ لا ما خدوش أي حاجة من المرض. طب have the daughters؟ لا البنت دي عندها اسم والبنت دي عندها اسم. فهمنا؟ معاك الريكورد تراجع تاني، انا هعمل له ابلود بعد الحصه على طول ان شاء الله. يعني هنسيب البيدجري للمره الجايه عشان that's enough for today. يعني احنا كده خلصنا تشابتر 6، هناخد خلصنا بقى شابتر 6، المره راجع الجايه ان شاء الله هنرجع على بعدين ثانيه واحده بوزن او ستوب ريكورد.